أنا صالح محمد بن سعيد فقيه، لي من الأولاد 8 أفراد، والسيد الفقيد أنا وهو صالح المصطفى كان كيدرس إلى أن وصل للكوليج ديال محمد حمو، من تما لقى شي صحابو اللي غادي يمشيو يحرقو، دا مع الفلوس من الوالدة أنا، لأن أنا كنت فواحد المسجد إمام، خدا الفلوس مشات من تما حتى سقنا الخبار. وشكون اللي عطانا الخبار؟ السيد اللي فلت فيهم، واحد فلانشا هو اللي فلت، هو اللي عطانا الخبر نهار 25 أكتوبر 2003. هذا ما وقع. يردنا يربانا توكين الباري تعالى، شفتها يا قال خصني نغامر بروحي، اما نستفد اما نموت، وفي حالة ما قدر الله ما قدر وتوفى. ومنهم 3 اللي ما جاو، انا وهو ولدي نيت، ولد عمي صالح صالح، ولد عمتي بن غازي حماد. ولكن الحاله اللي هي كيتشكاو منها الناس هنا، راه ما كاين ما يدار في البلاد، كيحرطوا يشير عندي تغمديك نردي وحل يا سياق مويدو، والو غرخ سبيطار، والو ابريد، والو ما صرقوا جن، والو سبيطار مشي لا اذكي غور غات الحاله انت سي مدنسي مع لاظن دانت جاي مع لاظن الناس يفرق في غرام ونغا ارتيسير لاخر ماشي خصي لي يموت ولا 90 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 خصني نكون خدا ديال غيات الحاله تموت يوت العائله انت غوري شان 4 خصي العائله خص مش حاسن العمل ينسن دازيت الدون داستيني نوا امي شنوا س الزهر س الجاكيت هاتن سوينا ذي تدو هادر اي دربوزنا الصابار حرام عبرشان ذي كادر ذي وحالي نش هادو ريد ذر ربي خول شان 10 يجوز ذي اخسي لازم دقتي يعني مشيها نذر ذي قيم مش هذي خدم هذي خدم اختي الغابس ذيك سيخدم وعلي تفر ذي تدو الغابس مثلا زي فورستي ذي تدو ذي توضي تخلي سي السالة ذي طامز سي تقياد سي تكناش ستين غرش 3 المليون جوج المليون 1.5 مليون الحالات الفرنسية ولو غرغ مثلا شان تمازير باش هاديك نخدم وانا تقايدي وقال كاتين تايد رغي في تزلنا اللي يموت حنا حاط الله رقيبة يمشنا واحد دواني دام السين يوثي ذا واحد ننس بيدو الإيقاع عليه فوتيا ايدو ذا غادي تغاث والو ما يديشا يردنا يربانا تيلي مقواض وامين يردنا يربانا تيلي مقواض وامين لو انه ولا فين ما يسير كل سوق راه يتخمم صدي ذاتي داور ذاتي ذات البيت تاعنا راه يجي راه القن راه عيد ناغول اللي ما يسير والله ارس حيون والبيت غشتني السبيطار زر غدي سي العدد سر في قبر سيرا سيدي نيوكو دا سيموت ار 13 اي دار لي تدن الجمعية ثلاثة خص ضيوان نغالي النا ذا غاوين تلحف اش تخلص ماش هادي دون ورا هادي احمد غاوين دون ورا ونو سلمى الله جزاهم بخير ار القرى كرف سيدي الحريري نوضي لنا غنموت سميت القمالين يا تحاليل يتنا نص مليون اش مش هادي دون الجثث انه القصور يا قدير سلعني 20 جمعية بلا صحافين بلا 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 ونو تدي تون دخت عذاب تدي تقول غير مو أنا غاري لا ياي صافي استرس كاسترس كلي اللي ذي من ينتل بيعت إيوه النيت يمر ضبان سني اللي يموت اللي يموت النيت اللي يموت النيت ورث وضر وقت اللي ذات الدغي من بدارت الترانكيد دي شيرانين يا القيد وبن عسر اريد اسمونين و يا مصي نوري غاي وبريدار مراكشة يا دي غياد الدياخة والنادي مولافغ والنوري يحمي اللي فغدا داختي النيتا ايولين ويني لو ميقار ماتو غماس تصانتي والنار يخدو الدور حميلخا
اريت رن عنا عيضنا يضرب فوس يا والنورس يا ند اخو بيت يغنى يا مني مجدات من تديت النايت يا لغمان صمرني اني غنت ديت النايت يا دران يوعر عاري غنت ديت النايت وتيه ويه وتيه. L'interesse per quest'area è nato specialmente pensando ai flussi migratori che da quest'area partono verso l'Italia. Siamo andati nel 93 con mio padre in un pullman e abbiamo fatto 3 giorni da qua all'Italia, che sono 4.000 km circa. E siamo entrati prima a Milano, siamo stati dai miei cugini circa 2 mesi. Mio fratello aveva 10 anni. Che adesso in Italia già ritornato e ha i documenti a Brescia. E poi siamo andati al centro d'accoglienza di Via Corelli, dove ci hanno dato la casa a mio padre lì, la prima accoglienza. Per primo sì, perché ero minorenne, io e mio fratello vendevamo prima gli accendini, così fazzoletti per parare. Ci facciamo Napoli, al mare vendevamo la roba, i vestiti di donne. Poi piano piano ho venduto un paio di sigarette, no, a Milano. Poi ho cercato di lavoro, faccio tanti lavori, faccio barista, faccio muratore, poi faccio il fabbro, il ferraiolo. Guadagnavamo e mandavamo al nostro paese, ai genitori, se anche non lo diamo tutto quello che ci hanno dato loro per noi, no? Non bastava, se anche gli diamo le miliardi, però... La nostalgia è il primo punto che colpisce la persona lì extracomunitaria. Una sera mi hanno sequestrato con neanche una canna a mano, però mi hanno mandato lo stesso. Eravamo 4 persone, abbiamo passato 7 mesi di carcere a San Vittorio, Milano, però siamo stati espulsi. Ci hanno rispettato la polizia del Marocco molto bene, non hanno picchiato a nessuno, niente. Sì, perché là in pratica il lavoro c'è. C'è tante fabbriche, se non lavoro in questa città magari lavoro in un'altra. Invece qua no, lavori tutto il giorno magari per, diciamo, per 20.000 italiani o per 10 euro, no? Non vanno bene, non bastano. E perciò non mi vogliono dare i documenti alla fine, perché per 7 mesi di carcere, tutto qui.